بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحباء، أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل الحب والإعزاز والتقدير والمودة لحضراتكم. أهلا بيكم، يسعدني أن ألتقي بكم النهاردة وأتكلم في عجالة في موضوع بعنوان فرق السن بين الزوجين، هل له علاقة بالخصوبة في موضوع الحمل؟ هل يؤثر؟ الإجابة المنطقية الطبيعية طبعا طبعا. يؤثر في إيه؟ يؤثر لأن في هذه العصور اللي احنا عايشين فيها، في هذا العصر، في الزمن ده، الرجال، مش عايز اقول 99.5 و9 من 10 او 950 ناقص 100 فاصل مش عارف كام، كلها عاوزه العلاج. الرجال في حاله في كل حاجه. ليه؟ مش الرجال بس، الرجال والنساء. الحاله النفسيه، الحاله الاجتماعيه، الحاله الانسانيه، الحاله الطعام. النهارده في تكنولوجيا، كل حاجة التكنولوجيا، الشاشة مثلا دي بتؤثر على العين، بتؤثر على الجسد، بتؤثر على الأعصاب. الإضاءة دي، الموبايلات، الذبذبات، الطعام اللي بيحفظ في الثلاجات ويفقد قيمته الغذائية، كل حاجة اتغيرت، كل حاجة اتغيرت، كل حاجة بتحارب الإنسان وبتقاوم الإنسان. قلة أوي من الناس اللي تكون عايشة بالطبيعة وتتغذى غذاء طبيعي عشان تبقى قوية وتبقى طبيعية. اللي يعمل كده يبقى في مأمن من علاقة السن بين الزوجين. ولكن خلينا أكون أكثر وضوحا وأكثر تأثيرا. كمثال، النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج. النبي محمد مواليد سنة 53 هجرية، قبل الهجرة، سنة 53 قبل الهجرة. ومات صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية. النبي عاش 63 سنة. في منتصف سنة 11، 12 ربيع أول ولد سنة 53 قبل الهجرة، 12 ربيع تاني مات صلى الله عليه وسلم سنة 11 هجرية. سيدنا أبو بكر ولد سنة 50 ومات سنة 13، يعني عاش 63 سنة برضه، سنة 50 قبل الهجرة ومات سنة 13 للهجرة. سيدنا عمر مواليد سنة 40 قبل الهجرة ومات رضي الله عنه ورضي الله عن سيدنا أبو بكر، ومات سنة 23 هجري، يعني عاش 63 سنة. خلي بالك، سيدنا علي بن أبي طالب مواليد سنة 23 قبل الهجرة واستشهد أيضا زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. سيدنا علي بن أبي طالب استشهد سنة 40 هجري، يعني عاش 63 سنة. يبقى 63 النبي، 63 ابو بكر، 63 عمر، 63 علي بن ابي طالب، 63 سنه. ما علينا من سحر الارقام. طيب خلي بالكم، السيده عائشه بنت ابي بكر تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سنه 2 هجري، سنه 2 هجري. هي مولوده سنه 7 قبل الهجره، يعني النبي محمد مواليد سنه 53 قبل الهجره، تقسم 53 من 7 يطلع لك كام سنة؟ 46 سنة؟ طيب المهم، يبقى سن كبير قوي بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبين السيدة عائشة. قبل كده النبي محمد صلى الله عليه وسلم تزوج السيدة خديجة عندها 40 سنة وهو عنده 25 سنة، فرق 15 سنة بالنسبة للمرأة أكبر. خلي بالكم عشان الأرقام دي مهمة، عشان أقول لكم الحكاية إيه. طيب سيدنا عمر بن الخطاب كمثال، مش هقعد بقى اضرب كل الامثله عشان نتكلم في 10 سنين كلام، يبقى كتير قوي. هضرب مثالين بس، مثال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه وبينهما اكثر من 45 سنه فرق. سيدنا عمر بن الخطاب بينه وبين ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب 46 سنه. ام كلثوم مواليد سنة 6 هجرية. الحسن والحسين مواليد سنة 3 هجرية. السيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب هي الابنة الخامسة
لسيدنا علي بن ابي طالب من السيده فاطمه بنت ايه؟ بنت محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى هي مواليد سنه 6، سيدنا عمر بن الخطاب مواليد سنه 40 قبل الهجره، يبقى اكبر منها ب 46 سنه، نفس المسافه السنيه اللي بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والسيده عائشه بنت ابي بكر الصديق، خلي بالك. طيب السيدة عائشة النبي لم ينجب من أبنائه من زوجاته باستثناء السيدة ماريا القبطية اللي أنجبت عبد الله والقاسم اللي أنجبت إبراهيم، والسيدة خديجة اللي هي كانت أكبر منه 15 سنة وأنجبت منه بقى زينب وأنجبت منه كتير. ماشي، القاسم وعبد الله وزينب ورقية وأم كلثوم والسيدة فاطمة. طيب إذن بس النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيئتنا، له وضع مختلف. طيب عمر بن الخطاب ليس ايضا من هيئتنا؟ لا، مش بحكم لانه مش نبي، لكنه قوي. يوم ما اتجوز السيده كان عنده 57 سنه، يوم ما تزوج السيده يعني كان اصغر مني بسنتين، يوم ما تزوج السيده ام كلثوم بنت سيدنا علي بن ابي طالب اللي الساده اللي ما هماش سنه الساده الشيعه يقولوا علي عمر ده قبحه والله، اعوذ بالله، حاشا طبعا. ماشي، ف يعني كان متجوزها بالاكراه يعني، يقول لك اه. المهم وبعضهم يقول لك لا ده هو ربنا جاب له شيطانه، ليه يعني؟ سيدنا ابراهيم بيخدع النمرود وربنا جاب له شيطانه، ده ربنا ما عملهاش مع النمرود يعملها ما. فيعني عقليات بقى محتاجه وقفه يعني. طيب نكمل. سيدنا عمر بن الخطاب اكبر من السيده ام كلثوم بنت علي بن ابي طالب ب 46 سنه. انجب منها ايه؟ انجب منها رقيه وزيد. سيدنا زيد ابن اللي هو جده علي بن ابي طالب، ومين؟ وابوه ابو بكر وابوه عمر بن الخطاب. طيب سيدنا زيد زيد ابن عمر بن الخطاب مواليد، ده اتولد سنة 23 قبل ابوه عمر بن الخطاب ما يستشهد بأسابيع بشهور قليلة يعني سنة 23، ومات سنة 49 هجرية، ومات هو وامه في نفس اليوم، بس امه بعد ابيه ما استشهد علي بن ابو بكر عمر بن الخطاب بعد ما استشهد تزوجت محمد ابن جعفر ابن ابي طالب. تزوجت محمد ابن جعفر ابن ابي طالب اللي هو يبقى بايه؟ جعفر ابن ابي طالب يبقى ابن يبقى اخو مين؟ يعني جوز ابن عمها. وهي كانت ارمله عمر بن الخطاب. تمام؟ وماتت في نفس اليوم مع ابنها زيد بن عمر بن الخطاب سنه 49، وصلى عليهم مين؟ صلى عليهم الحسن والحسين، وصلى عليهم عبد الله ابن عمر بن الخطاب. طيب وبقى والصحابه بقى الموجودين ده في خلافه مين؟ في خلافه معاويه، لان سيدنا الحسن بن علي تنازل عن السلطه بعبقريه واداء ودين وتدين واخلاق لمين؟ لمعاويه بن ابي سفيان، وهو قادر على قهر معاويه. مش عاوز استطرد في المساله دي، وخلينا نتكلم في الايه؟ الحته العلميه، عشان الناس تبقى ايه بنتكلم في الدين هنا مش في الدين قوي دلوقتي. طيب انا بيني وبين زوجتي 34 سنه مش 46 سنه. طيب 46 سنه مع الاقوياء تمشي، 34 سنه مع الاقوياء تمشي، لكن تسالني بقى، خلي بالك بعيدها تاني، تسالني بقى انا، تسألني أنا لو واحد متقدم لبنتي أكبر منها بعشر سنين بس أرفض. أنا حر. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا أفضل مني ومنكم ومن ناس أجمعين. لما سمع إن سيدنا علي بن أبي طالب بيفكر يتجوز على السيدة فاطمة، راح طالع متوجه إلى المسجد وطلع على المنبر وجمع الناس. وقف يخطب خطبة عصماء. وقال إن فاطمة بضعة مني
وإنه لا يسوؤها لا يسوؤني ما يسوؤها. علي بن أبي طالب عاوز يتجوز على فاطمة، لو تزوج على فاطمة أنا هاخدها عند البيت، مش هتبقى مراته. اعترض. من حق هنا بقى سيدنا محمد الإنسان مش النبي. الإنسان بيتكلم فيما يخص ده هيجرح بنته، هيزعلها، إن هيبقى لها شريكة في زوجها، إن هيبقى لها حد تاني شريكها في زوجها، إن مشاعرها هتتأذى وهتحزن. فرفض ولا فعلا سيدنا علي رضي الله عنه لم يتزوج في حياة السيدة فاطمة مطلقا حتى ماتت، ثم تزوج بعدها 10 زوجات. كم؟ 6 زوجات. سيدنا علي تزوج 7 مرات، اللي تزوج 11 مرة الحسن بن علي، أخوه الحسين تزوج 5 مرات، سيدنا عمر بن الخطاب تزوج 7. طيب ما علينا، السيدة زينب بنت مزعون كانت رقم 3، والسيدة أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب كانت رقم 7 في زوجات سيدنا عمر بن الخطاب. فسيدنا عمر بن الخطاب أنجب وهو فوق الإيه؟ فوق 60 سنة، يعني هو عنده 63 سنة أنجب زيد بن عمر بن الخطاب. طيب، والسيدة رقية أيضا بنت عمر بن الخطاب. النهاردة احنا عملنا تحليل حمل بعد 17 يوم وزوجتي حامل، فان شاء الله ناوي اسمي عمر باذن الله. المهم ده مش موضوعنا، فكنت يعني قلت اقوله كده، انا كنت عاوز اتكلم باستفاضه في هذا الامر الشخصي، لكن هو كده بس، مش هدخل في تفاصيل تانية. فالحمد لله سبحانه وتعالى. فعاوز اقول باختصار شديد، يحدث حمل وفي خصوبه، ايوه، بس انا قلت لكم من شويه، انا شخصيا لو تسالني واحد اتجوز بنتي، او واحد صاحبي بيسالني الواحد عاوز يتجوز بنتي اكبر منها في السن، اقول له لا. ليه؟ لان ده زواج محكوم عليه بالاعدام، وبقولها مره تانية وانا واعي جدا ليه بالاعدام. يعني كمثال، انا عمري 59 سنه، انا اكبر من مراتي ب 34 سنه. طيب لو قلنا ان انا عشت 20، يعني الاعمار بين الله ممكن اموت حالا، لو قلنا انا عشت 20 سنه كمان على 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 يبقوا مثلا يبقوا داخل في 80 سنه مثلا. 80 سنه يعني مستحيل تبقى باور بقى جنسيا، وممكن تبقى باور في الفكر، باور في الرؤيه، في التصور، في الفهم، لكن باور في المساله الجنسيه دي مش فيها نظر. انا اقول لكم على حاجه، المهم باختصار، في مشايخ كتير، شيخ علي الصالحي اللي انا كنت امام مسجده في القصيم، الشيخ علي الصالحي رحمه الله عليه، كان عنده 81 سنه وانجب عبد الرحمن ابنه، ربنا يبارك له فيه طبعا يا رب، زمان عبد الرحمن دلوقتي كبير ربنا يحفظه. فكنت انا بعمل عقيقه في مولود ليا، وهو بيعمل عقيقه في مولود ده، كنت انا عندي 31 سنه وهو كان عنده 81 سنة. وكنت أنا إمام مسجد الصالحي في عنيزة في القصيم. المهم، فده ممكن يحدث، بس يحدث مع الأقوياء. سألته بقى سؤال يومها والله سألته. المهم خلوني أقول، بس لازم أحكي القصة دي. فكنا بنعمل عقيقة في يوم واحد، فكان الشيخ ابن عثيمين قال لي انا عاوزك تمسك مسجد الشيخ علي الصالحي ده، تبقى امامه وخطيب بتاعه. المهم مسكت المسجد، وبعدين فعملنا عقيقه انا والشيخ علي الصالحي في نفس اليوم، بعشقه وبحبه قوي رحمه الله عليه. فسالت فبعدين شفنا، لقينا بقى جايب لنا الطفل عشان نتفرج عليه، ما هو عبقري وربنا سبحانه وتعالى عظيم. أنا قاعد أقول 81 سنة الراجل ده خلف إزاي؟ والناس طبعًا كلها بتتساءل، وكان أبويا معايا، وكانت زوجتي، وكانت أختي، وكانت أختي لسه مخلفة ابنها وبتاع كبير أنيس على اسمي يعني، وجايباه وجاية من مصر وزوجها جاي، وكل الناس عمالة تقول هو الراجل ده خلف 81 سنة عمل حاجة. فالمهم الراجل راح جايب الطفل، لقيته نسخة
من الشيخ علي الصالح. الشيخ علي الصالح صغير قد كده، كل حاجة أبص كده سبحان الله، فربنا مش عاوز يحرجه، عشان كده هو حريص على الناس يشوف الولد. المهم ف بس احنا مش هنوري لكم حاجة. المهم يعني لا 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 سيدنا رسول الله. المهم فسألته بقى سؤال محوري، قلت له يا شيخ، قال لي نعم. قلت له ازاي؟ انا بعمل عقيقة ماشي، ازاي انجبته ازاي؟ قلت له توأم مفيش مشكلة. قال لي اجابة عبقرية، قال لي هذه امانة حفظناها في الصغر فحافظ الله لنا عليها في الكبر. يا سلام يا بديع، رحمة الله عليك يا شيخ علي. الشيخ ابن عثيمين هو بيقول لي رحمة الله عليه، شيخ العظيم الرائع، وبيقول لي هتمسك الجامع ده إمام وخطيب، قال لي الشيخ علي الصالح ده شيخي، يعني شيخ الشيخ، شيخ الشيخ ابن عثيمين في علم الفرائض. قال لي الشيخ علي الصالح كان شيخي في علم الفرائض يا شيخ خميس، مع الشيخ ابن سعدي والشيخ آل إبراهيم والناس دي. يا سلام. فشوف الراجل يقول لي ايه، هذه أمانة حفظناها في الصغر فحافظ الله لنا عليها في الكبار. يعني حافظ على نفسه، ما قدرش نفسه وصحته مع الغانيات والغوالي والكلام ده، فربنا حفظها. إجابة عبقرية ومحترمة وحقيقية ودينية. فهل حد عمل كده؟ هل في ناس حافظ على نفسها صحيا وشكليا وجسديا وجنسيا وعلى مستوى والمني والكلام ده والخصوبة بتاعتك دي بقى من حاجة بتاعت ربنا عشان تنجب؟ طب تعال بقى نتكلم في المسألة العلمية. لما تيجي حضرتك يبقى بينك وبين زوجتك فترة من وقت كبير، يعني نفرض ان الزوج اكبر من الزوجة في السن، الزوجة هي اللي تشد الزوج ليها على مستوى الخصوبة، دايما الصغير يشد التاني اليه. طيب بمعنى يعني لو زي مراتي مثلا صغيرة، بس انا الحمد لله كويس، في ناس في سني ومش كويسة خالص، دي برضو حاجة تانية، هو أهمل، هو عنده ظروف، هو كذا، ربنا يشفي الناس كلها. طيب السؤال، الست اللي عندها الخصوبة ممكن تجر جوزها لو كان قوي ولو كان كويس ونظيف من جوه، تجذبه إليها كمان فما تتأثرش بالإيه؟ بالحالة السيئة بتاعته اللي هي بالحالة بتاع السن، فتحصل خصوبة بسرعة وحمل. طيب لو الزوج عجوز ومش قوي ومريض والحيوانات المنوية بتاعته سيئة وكل حاجة عنده سيئة في المنطقة بتاع الخصوبة دي، يؤثر على الزوجة بالسلب. الزوجة كل شوية اللي هي الصغيرة بقى ايه الخصبة الجميل، يعني الجميلة في الخصوبة يعني، والكلام ده كله يتأثر عليها في ايه؟ في خصوبتها، تبقى سالب 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 سيء 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 سيء، لغاية ما تيجي في يوم من الأيام لو هي عايشة معاها بقى تلاقي نفسها بقت زيه بالظبط، خيخة. طيب لو الزوج بقى متوازن وكويس وقوي وعافي سواء في الصحة أو سواء في الـ في الـ في الـ في الـ في المنطقة بتاع الخصوبة، تمر المسألة. بس بقى نسيت أقول لكم، تسألني بقى الزواج ما بين واحدة كبيرة في السن وما بين صغير، أو واحد كبير في السن واحدة صغيرة، أو العكس، لا مش زواج عمر في رأيي، مش لطيف. بس الأجانب عندهم الحكاية دي عادي، إحنا عندنا في الأمة العربية لا. وأنا شخصيا مخي مش هيتغير، وأنا بعترف أهو، لا مش مقتنع بكده، مش مقتنع ان الزوج يبقى بينه وبين الزوجه سن كبير، او العكس، او الزوجه تبقى هي كبيره والزوج صغير. لسه هنتكلم في دي على مستوى الخطوبه دلوقتي، اللي هي جزئيه ان الزوجه تكون كبيره والزوج يكون صغير. طيب اذا الزوج لو كبير في السن والزوجه صغيره،
لازم يبقى الزوج قوي في كل حاجة، قوي في المسألة بتاعت الخصوبة والمسألة الجنسية والمسألة العاطفية والمسألة الهرمونية والمسألة الصحية. طيب تسألني بقى دي هدوم كتير، اقول لك بتاع ربنا، بس انا كإنسان كأنيس لو بنتي بتقول لي انا عاوز اتجوز واحد كبير اقول لها لا، نصيحتي ليكي لا، تتجوز ما تتجوزش يا حرة بقى، لكن انا اقول لها لا واعترض بشدة وعندي اسباب واقول اسبابي، لانه زواج مش زواج العمر. طيب مهما كان الزوج قوي وكان كويس، يعني لو انا بالمناسبه اكبر من صهري بسنتين، يعني انا اكبر من ابوها بسنتين زي سيدنا عمر، ما هو اكبر من سيدنا علي بن ابي طالب ب 17 سنه، سيدنا علي بن ابي طالب مواليد سنه 23 هجريه زي ما قلنا لحضرتكم، سيدنا علي بن ابي عمر بن الخطاب مواليد سنه 40 هجريه، 40 فرق كبير 17 سنه. طيب المهم، فلو الزوجه بقى هي اللي كبيره في السن والزوج صغير برضه نفس الطريقه، لو الزوجه بس الخصوبه بتاع الزوجه وهي كبيره في السن دي مؤكد مش عاليه، مؤكد مهما كانت حتى لو كانت صحتها كويسه. لذلك احنا بنعالج السيدات بنعالج لها حاجات كتيره قوي. الطبيعي خلونا في العادي قبل ما نتكلم كلام يعني علمي قوي، اي راجل في العادي ممكن يخلف وعنده كتير لغايه 80 سنه، طب حتى لو هو مش قوي في الانتصاب السائل المنوي بتاعه ممكن يلقط منه حيوان نص عمر، ايه نص قوه، يلقط مع بويضه بتاعت اي ست يلتقي بها جنسيا فتحمل، يعني اي زوجه له يعني، فيكون عندها تبويض، بس يكون عندها تبويض فتحمل. لكن الزوجة لو وصلت سن معينة ما تقدرش تحمل. مش سن معينة قانون، مفيش حاجة اسمها سن معينة قانون. لكن في حاجة اسمها إيه؟ اسمها هي قوية. هي 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 جسمانيًا قوية، هي هرموناتها كويسة، هي طبيعية. مثال أمي وأمهات حضراتكم زمان، أنا أمي ولدت لغاية سن 60 سنة وأكتر، وفي سيدات لغاية سن فوق الستين وأكتر. وفي 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 كل ما تبتعدي بالاجيال لورا تلاقي السيدات الفضليات دول ام حضراتكم وامي وامهاتنا واجدادنا جدتي وجدتك مختلفين عن حضرتك. ليه؟ لان المناخ مختلف والغذاء مختلف والحاله الصحيه مختلفه، كل ده النهارده مختلف، كل ده بيضرب الهرمونات، كل ده بيفسد كل حاجه. لسه عاوز اتكلم الحقيقه بعدين كمان في التكنولوجيا والعلاقات الجنسية والمحرمات، كل ده بيأثر تأثير رهيب على الهرمونات وعلى الخصوبة وما يعملش حمل بسرعة ولا إنجاب. المهم فباختصار شديد فرق السن مؤثر نعم، بس مع اللي فيه خصوبة وفيه قوة سواء كان راجل بالذات ما يأثرش كتير. طيب مع السيدات يأثر كتير جدا، لأن الست محتاجة علاج باستمرار، محتاجة علاج حاجات كتيرة قوي، لأن الست مستهلكة. يعني تعالوا نقول الست وهي بتولد، أي ست وهي بتولد دي مجزرة، دي بتبقى ذبيحة فعلا، مجزرة. أنا الحقيقة مرة واحدة شفت، يعني مرتين شفت ولادة عيال أولادي. يعني الزوجة بتبقى ذبيحة، واحدة بتتذبح. طيب ما هو ده بيأثر على المنطقة، بيأثر على عضلات المنطقة، بيأثر على هرمونات المنطقة، بيأثر على قوة المنطقة، بيأثر 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 تأثير رهيب جدا. فهذا التأثير من شأنه ان هو يستهلك المنطقة. قوة الرجل لا، زي الفل، جهاز طالما قوي، تناسلي قوي، حتى لو نص قوي بأي انتصاب تصل العملية ويصل الحيوان إلى المنطقة، والبويضة لو أي بويضة صالحة للترقيح تستقبله يحدث حمل. فهنا لازم عاوز أقول الخلاصة بتاع الكلام ده، أنا الحقيقة عشان سعيد قوي 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 عشان زوجتي حامل، بالمناسبة 17 يوم بس،
الحمد لله انا متزوج يوم 10 اكتوبر، النهارده 27 اكتوبر، 17 يوم. الدوره خلفت من اول امبارح، عملنا تحليل النهارده، قال لك في 18000 شرطه حضرتك. فان شاء الله ناوي اسمي المولود عمر، لان انا كان نفسي زمان اسمي عمر. نبعش سيدنا عمر بن الخطاب. فان شاء الله هسمي عمر. يعني هنشوف ان شاء الله باذن الله باذن الله. فانا بحبكم وبشكركم، سعيد جدا جدا بحضراتكم. مش عاوز ازعجكم كتير بكلامي، بس كنت حابب اقف معاكم. انا ترددت على فكره ان اقول ان زوجتي حامل، ما كنتش عاوز اقول. لكن اعتقد انه هيسعد بعض الناس، لكن انا قلته وهيزعل ناس كتير قوي. المهم انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى عشان بيصالحني قوي 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 في الاونه الاخيره، قوي 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 يعني. بس عاوز اقول لحضراتكم من فضلكم، مساله الخصوبه والسن والانجاب، عمليه الانجاب مهمه جدا 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 جدا، يكون في تناسب في العمر بين الاثنين. لكن هل يمنع الحمل؟ ما يمنعش الحمل لو الرجل شبه قوي، بس تكون حيواناته المنويه قويه. لذلك احنا لما بنيجي نعمل علاج، بنعمل علاج كالاتي للست اللي محتاجه علاجات بقى. بنديلها علاج يرجع الدوره الشهريه، ادا واحد. بنديلها علاج تاني يعالج الهرمونات كلها، ادا اتنين. علاج تاني غير العلاج الاولاني. علاج تالت يعالج المبايض والتبويض. علاج رابع يعمل لها موائمه بينها وبين زوجها عشان السن، وهما الاثنين كبروا ومحتاجين ان هرموناتهم تكون فيها تقابل، عشان البويضه لما تلتقي بالحيوان المنوي يبقى فيه قوه ويبقى فيه انسجام بينهم في التعامل. كل الحب والاعزاز والتقدير والموده. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.